إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أخرج الإمام مسلم والإمام النسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة أوعدهم الله تبارك وتعالى بهذا الوعيد، فهم في عرضة لعذاب الله وعقوبته. لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولا ينظر إليهم أي بعين الرحمة، وفي رواية: ولهم عذاب أليم. أول هؤلاء الثلاثة شيخ زان، وفي رواية: أشيمط زان، إنسان طال به العمر واشتعل الرأس شيبا وكبر سنه، ومع ذلك في هذا العمر يقترف الفاحشة ويزاول الزنا والعياذ بالله. بعد العمر، بعد هذا الكبر، بعد أن جاءه النذير الذي هو الشيب، كما جاء في القرآن الكريم عندما يصطرخ أهل النار في النار فيسألون الله تبارك وتعالى أن يخرجهم منها ليعملوا صالحا، يكون الجواب من الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير فسر عدد من علماء السلف من المفسرين وأهل الحديث، فسروا النذير هنا بالشيب، لأن الشيب إذا شاب الإنسان وجاءه الشيب
فهذا نذير لا بعده نذير. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، أي أزال عذره بعد 60 سنة. وبعد هذا النذير المبين لم يبق له عند الله تبارك وتعالى معذرة، أي ما يعتذر به. بعد اجتماع هذه النذر كلها، هذا الشيبة لا يزال يقترف ويرتكب الفاحشة ويزني لخبث في نفسه واللؤم في طبعه. لأن الإنسان إذا شاب ضعفت الشهوة والأسباب التي تبعثه على الزنا، فإذا زنى في هذا الحال فهو دليل على لؤم طبعه وشؤم حاله، لأنه ليس هناك ذريعة، ليس هناك ما يحمله، ليس هناك ما يعذر له. أشيمط زان، هذا الإنسان ممن يستحق عذاب الله وعقوبته تبارك وتعالى. الأمر الآخر، آخر العمر في الغالب يتطلب من الإنسان أن يعود إلى الله ويرجع ويصلح حاله، لأنه على وشك الموت. نعم، الناس سواسية في الموت، قد يفاجئ الشاب والشيخ، لكن كلما تمادى بك العمر فأنت أقرب إلى الموت. في مثل هذا الحال يجب على الإنسان أن يتذكر حاله وأن يصلح حاله وأن يكثر من طاعة الله وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا تمادى في المعاصي في تلك الحال فهو معرض لعقوبة الله وعذابه تبارك وتعالى. الرجل الثاني أو الشخص الثاني هو الملك الكذاب، رجل صاحب السلطة، صاحب النفوذ، صاحب منصب وقوة، يكذب على الناس، يكذب. ليش يكذب؟ عنده السلطة والنفوذ، بإمكانه أن ينفذ ما يريد، فلماذا ليكذب؟ لخبث في نفسه ولؤب في طبعه، وإلا ليس هناك ما يحمله على الكذب، ليس هناك عذر على أن يكذب للناس ويكذب على الناس. لكن مع الأسف نجد اليوم أن كثيرا من أصحاب المناصب وأصحاب الملك اتخذوا الكذب وظيفة وحرفة، بل اتخذوها وجعلوها حنكة سياسية. السياسي من يكذب ويراوغ ويخون ويخادع، ذلك هو السياسي اليوم في عرف السياسيين اليوم. أما في عرف الشريعة، ملك كذاب لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيه مفسدة أخرى، لأن الملك والرئيس والحاكم كذبه يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة التي تترتب على كذب الرعية، الرجل العادي من الناس. لأن كذبه وفساده يتعدى إلى الناس، فساده فساد للبلاد والعباد،
كما أن صلاحه صلاح للبلاد والعباد، فإذا فسد الملك والرئيس والوزير وصاحب المنصب فإن ذلك دليل على فساد الحياة وفساد البلاد والمجتمعات. يعني كذبه وفساده يتعدى إلى الناس ويكون ويشمل أو يتعدى أثره السلبي على سائر المجتمع. ملك كذاب، ما الذي يحملك على أن تكذب؟ ليس هناك مبرر، عندك السلطة والنفوذ، تستطيع أن تنفذ ما تريد، تستطيع أن تحجم عما تريد، تستطيع أن تمتنع عما لا تريد، فلماذا تكذب؟ ليس ذلك دليلا إلا على خبث في نفسه ولؤم في طبعه. الرجل الثالث ممن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، هو عائل مستكبر فقير مسكين ومع ذلك متكبر متعال على الناس، يحقر الناس ويزدريهم، يرد الحق بعدما تبين له. نعم يا مسكين يا فقير، كان المفروض أن يورثك الفقر والحاجة التواضع والاستكانة والالتجاء إلى الله، أما وأنت فقير تتكبر، فقير وتتعالى على الناس، مسكين وتتكبر، دليل على خبث في نفسك ولؤم في طبعك. لأن الكبر في الغالب يحمل الناس على الكبر، المال الغنى هو الذي يطغي الناس، هو الذي يحمله على الطغيان وعلى الكبرياء وعلى التكبر والتعالي على الناس وازدراء الآخرين. أما وأنت فقير فما الذي يحملك على الكبر؟ نعم خبث في النفس والرذيلة في طبعك. إذن ينبغي، ليس معنى ذلك أن الكبر يجوز للأغنياء وأصحاب الثروة، الكبرياء لله، الكبر لله وحده تبارك وتعالى، ومن نازع الله في حقه وفي صفته تلك الله تبارك وتعالى يقسمه ويقذفه في النار. ليس معنى ذلك أن ذلك جائز للأغنياء، لكن المراد أن هذا الفقير ليس عنده سبب، ليس عنده مبرر، ليس عنده شيء يحمله على أن يتكبر، بل على العكس، الفقر يحمل الإنسان على التواضع والمسكنة والتضرع لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.